عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فيديو جميل وجديد، وده الفيديو ده هيبقى بمناسبة شهر رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. احنا طبعا نجيب البهارات بتاعتنا، انا بحب اجيبها زي ما انتم شايفين، بجيبها صحيحة زي كده، وانا طبعا بعملها بطريقة جميلة قلت لكم عليها قبل كده. انا بحمص البهارات دي علشان بتدي طعم حلو قوي وريحة حلوة قوي قوي قوي. بعملها طازة بطازة، يعني بجيبها وهوريكي هنعمل طبعا ايه، بس انا قلت اجيب لك مثلا دي البهارات الموجوده عندي دلوقتي اللي انا محتاجه اطحنها قبل رمضان. الحبهان، هو الهيل، فلفل اسود، كمون، كزبره. ده انت هتجيبيه وهتروحي معايا على البوتاجاز دلوقتي وتشوفي هنعمل ايه. هنا شايفه هنحط البهارات بتاعتنا ايا كان نوعها. انا عملت بدات بالكزبره، هحمصها، تتحمص شويه صغيره. اي بهارات عندك عشان تشم ريحتها وتظهر معاكي حلوه لازم تعمليها بالطريقه دي. هتحمصيها شويه على البوتاجاز، يا دوب شويه صغيره بس، تبتدي تسمعي صوت الطقطقه، تقفلي عليها وبسرعه على المطحنه وطحنيها وشم ريحه البهارات وقولي لي ايه رايك في الطريقه دي. يلا احنا هنحمص دي وهنمشي خطوه خطوه مع بعض. ابتديت تطقطق يا بنات، مش عارفه سامعين الصوت ولا لا. ابتدت تطقطق وريحتها طلعت، انا شميت ريحتها خلاص اهو. هروح دلوقتي على المطحنه ونطحن بسرعه. انا كنت طحنه قبل كده يا بنات، فهتلاقوا لسه في اثر، بس انا قلت بدل ما انا اطحن اصور معاكم الفيديو، لان الفيديو مهم. في ناس كتيره ما بتاخدش بالها وبتطحن على طول او بتشتري البهارات دي جاهزه، لكن البهارات دي لما بتطحنيها في البيت وبتحمصيها بتطلع احلى بكتير ما انت بتشتري. طبعا انا هطحن، هكمل طحن البهارات وارجع لك تاني اوريك. انا طحنتها اهو يا بنات زي ما انتم شايفين، اهي طحنت بقت زي الفل. عارفه الصوره اللي مش مبينه اهي. اوكي، هعبيها في البرطمان وهنروح نشوف البهار اللي بعده هنعمل فيه ايه. نفس الطريقه يا بنات اللي عملنا بيها الكزبره هنعمل بيها الكمون وهنعمل بيها الفلفل وهنعمل بيها الهيل. يلا خليكي معايا نحمصها ونرجع تاني. حط الكمون برده تاني. الخطوات كلها هي، انا مش عايزه اعيد عليكم الخطوات عشان ما تزهقوش او الفيديو ما يطولش. انا بختصر لكم، هخلص كل الكميه اللي معايا من فلفل اسود وحبهان وخلاص. انا خلصت الكمون والكزبره، هخلص بقيه الكميه كلها وارجع اوريكي شكلها بعد ما خلصت، وان شاء الله بالعافيه عليكم يا رب. الاسود عملناه بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين، وهنحط برده في المطحنه ونشوف في الاخر هيطلع ايه. ده الحبهان يا بنات برده هنتحمص بنفس الطريقه، هنتحمص بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها، وبعدين بعد كده هنطحن. شايفين يا بنات انا عبيت خلاص البرطمانات اهي بتاعتي، عبيتها كلها، حطيت كل حاجه، بس طبعا لسه انا هكتب الاسم بتاع كل حاجه عليه. طبعا دول اللي موجودين دلوقتي، لقيت البهارات انا لسه ما كملتهاش، بس عشان انا اختصر الفيديو عليكم اوريكم الحاجه اهي. حطيتها في برطمانات جديده، طبعا غيرت البرطمانات القديمه عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين، واحنا كل فتره انا بغير البرطمانات بتاعتي، ما بخليهاش زي ما هي. اهم حاجه يبقى شكل البرطمان وتحطي عليه الاسم. الاسم انا هحطه هنا، بس انا لسه ما جبتش الورقه اللي بتتحط وبكتب عليها الاسم، بس انا حبيت اصور لكم. طبعا اي استفسار انا تحت امركم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على القناه، مطبخ بطوط على اليوتيوب، مطبخ الستات المكبوتة على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.